بدأت كلامك في قلبي لكي لا أخطأ إليك بالنعمة نلتقيكم متابعي قناة القيامة وحلقة جديدة من برنامج مجرد آراء ضيفنا الأستاذ نبيل يوسف رئيس الرابطة الكلدانية في هولندا والسكرتير الثاني للرابطة الكلدانية العالمية وأيضا هو وكيل نجم المشرق بين النهرين الفكر المسيحي ودار بيبيليا للنشر يا اهلا وسهلا بالاستاذ نبيل يوسف الحاضر معي في استديو قناه القيامه اهلا وسهلا نشرف بكم نورتنا استاذ العزيز الله ينور 25 سنه في هولندا وهاليوم جاء زياره الى مدينه سانتياغو كاليفورنيا 25 سنة صراحة في هولندا أو أكثر من 25 في هولندا نعم. وهذه الزيارة الأولى إلي إلى سانتياغو او بالحقيقه الى امريكا. شلون شفتها الكهون؟ الكهون مدينه جميله حلوه والاكثر جمالا اهلها والاصدقاء اللي تعرفت عليهم اكثر واكثر. نورتنا مره ثانيه وجمهورنا الكريم في برنامج مجرد اراء. اليوم اخترنا موضوع دعم الاصدارات الكنسيه. يوجد الكثير من الاصدارات الكنسيه ولكن بما انه ضيفنا استاذ نبيل هو وكيل نجم المشرق بين النهرين الفكر المسيحي دار بيبيليا للنشر فلهذا حنتكلم على هل إصدارات الكنسيه من وجهه نظره فقط مجرد اراء بالبدايه حضرتك وكيل لهل الاصدارات الكنسيه فك شروط الوكيل يجب ان يتصف بماذا من وجهه نظرك وكمجرد راي من وجهة نظري انه الوكيل يكون مآمن بالشيء اللي هو وكيل اله ان كانت مجلة فكر المسيحية او بين النهرين او نجم المشرق او آآ وكيل آآ دار بابل للنشر انه تكون هي وسيله اله للتعلم الشخصي قبل ما يكون للآخرين وأن يتصف أنه يكون ذو ثقافة حتى ممكن أن يتناقش بالآراء اللي موجودة بال... بهذه الكتب نعم آه. هذه الخدمة هي خدمة مجانية تقدمها حسب علمي تمام هي خدمة مجانية يعني خاصة مجلة فكر المسيحي من من أربعين سنة أو أكثر ما شاء الله ودار بابل للنشر من أول ما صاروا بالإصدارات أنا وكيلهم في هولندا ومعدل مرات الكتب نبيع يعني في السنة حوالي مئة كتاب نعم والمجلة. مداخلة صغيرة أستاذ العزيز إحنا عندنا مثلا نجم المشرق بين النهرين الفكر المسيحي دار بيليا للنشر حضرتك وكيل إلى في هولندا ولكن هل خدمة بدت معك من هولندا أم من أيام العراق؟ لا هي بدت بالأصل من العراق لأن يعني آه أنا أحب أثقف دينيا وأحب الآخرين أن يتثقفوا دينيا نعم. لأن الثقافة الدينية ما فقط الكتاب المقدس لكن أكو أشياء تضيف إلى الكتاب المقدس أشياء أخرى إن كانت شروحات للكتاب المقدس أو آراء أي. تشوف قدامك بعض الأعداد فكوكيل لهذه الإصدارات على سبيل المثال يوجد هنا كتاب تحت عنوان سفر المزامير. هذا الكتاب إذا أحد سوى أوردر أو طلب من عندك هذا الكتاب، هل حضرتك تكون عندك معرفة بهالكتاب؟ تقراه تقرا, تقرأ مجلة فكر المسيحي ماذاك ذاك العدد اللي تكون تتوزعها أو تنطيها للمشتركين؟ اكيد يعني المجله صراحه اتصفحها من من اول كلمه لاخر كلمه نعم. وحتى اعرف شكوش بها واقدر اتناقش مع الاخرين فيما يكون هناك نقاش نعم. الكتاب سفر المزامير على سبيل المثال اللي هو هذا نعم. اخر اصدار لدار بايبل في بابيليا في في العراق ترجمة الاخت باسمة الخوري وهي راهبة لبنانية يحتوي الكتاب عن سفر الاعمال السوري سفر المزامير ويتحدث عن اهمية السفر بالنسبة للانسان اللي ويشرح بعض المزامير بصورة ممكن يستفاد من عدها بقراءة لسفر المزامير ليش الاختلاف في عدد المزامير أشياء ممكن يتعرف عليها يقرأ المزامير السفر ويقرأ هذا الكتاب حتى يكون متواصل مع بعض نصيحة لجمهور قناة القيامة من الأستاذ نبيل يوسف الزائر من هولندا نتكلم شوية على دار بيبيليا للنشر. عندهم كثير من الكتب. بحدود كم كتاب متوفر عندهم حسب علمك؟ حسب علمي وحسب عندهم الملف هذا الملف هذا آخر عدد صادر رقم ستة يعني ستة وستين ملف وسنويا يصدر أربعة أعداد من هذا الملف. فأربع أعداد يعني صار لهم. اذا نقسمها على اربعه يصير عندهم حوالي 14 سنه موجوده. ابنائنا شلون يكون عندهم معرفه بهالكتب او دار ببيلية للنشر الامور اللي عندهم شلون الناس تعرف بيها؟ تعرف من خلال ما يعرض بالكنائس من هذه الكتب من هذه المجلات على طاولة أمام الجمهور المؤمن يشوفها ونشرح بعض الكتب اللي ممكن نشرحها لهم وأكوش مثل توعيه من ناحيه الكتاب وخاصه اثناء زياره الاب بيوس عفاص الى هولندا سلمنا له اكيد آه سلامي له وتحياتي لان يعني هو لما يجي يشرح بما فيه وخاصه اذا كان اكو هناك رياضه روحيه يشرح آه تقريبا جاء مرتين شرح آه الام سيدنا يسوع المسيح في كتاب آلام الربنا آه يسوع المسيح ويشرح في أربعة في الأناجيل الأربعة وموضوع التأمل كان كلش رائع بحيث أنه الكتب اللي موجودة عندنا هذا الكتاب فقدت انباعت يعني بذاك اليوم. التوعية هي لما يكون اكو شخص دور الكنيسة دور الكنيسة هو آه راعي خورنه مار خورنه مرتوم الرسول في الكدانيه الاب فراس غازي تحياتي له والاب سعدي قرمو راعي كنيسه سريان في هولندا تحياتي إلى الاثنين مع بعض مشجعين لقراءة الكتب ودائما أطلب أنه أعرض الكتب في الكنيسة الاثنان الحمد لله وشكر موافقين على هذا الشيء يعني أكو توعية كنسية للكتب الدينية وبنفس الوقت الجمهور اللي هو جاي من العراق الجيل الأول يحب المطالعة لكن الأجيال القادمة ما نعرف شو راح يكون مصيرنا بالنسبه للغة العربية خلي نرجع مرة ثانية على الخدمة اللي تتقدمها كوكيل نعم. من المعوقات اللي تواجه الوكيل وبشكل خاص الاستاذ نبيل يوسف لان حضرتك تتقدم هالخدمة سنين عديدة من أيام العراق وحاليا في هولندا المعوقات هي ناحية السكن في هولندا أنه ما عندنا كنيسة ممكن تكون مفتوحة للناس بسرعة دائمة بحيث أنه نلتقي فيها ويمكن يحصل على المجلة أو الكتاب اللي يريده أنا مكتبة متنقلة لستة كنائس مراكز كدانية وثلاث أربع مراكز سريانية فأنا أسمى نبيل صاحب مكتبة متنقلة فالآباء الآباء مساعدين الحمد لله يوافقون لكن الجمهور بصورة عامة القديم متجاوب الجديد يقول ما أعرف أقرأ معوقاتي هي اللغة صعوبة بعض المرات المواصلات أو القداديس تكون في آن واحد إن كان سريانية أو كدانية في نفس تضارب الوقت فممكن مرات افضل كنيسه عن اخرى في سبيل ان اوصل ما اقدر اوصل كل المجله او الكتاب لكل الكنائس في ان واحد. استاذ نبيل هل صارت عندك مثلا فرصه يوم من الايام بحيث اضطريت تاخذ المجله وتوديها للمشترك للبيت ايضا؟ هذا هذا حصل وفعلا حتى في هولندا صار هذا الشيء لان اودي المجال للاشخاص اللي يطلبوها بالذات او حتى الكتب اللي يطلبوها اوديها للبيت في العراق كان عندي في كنيسه مار ايليا الحيري شخصيا 300 مشترك في مجله فكر المسيحي القسم الاكبر يستلمها من الكنيسه واللي ما يستلمها من الكنيسه كان اذهب الى الدار او اعطيه المجله فالخدمه هي مجانيا لكن حب ل... لنشر كلمه المسيح فالمجله او الكتاب هو يعبر عن هذه البشره فانا مستعد للخدمه انه اوصل الكتاب لاي مكان محتاجه وحتى مرات ندفع مبالغ البريد لهذا الشيء وأفضل أن يكون الإرسال عن طريق الاتصال شخصياً بالمركز حتى يرسلون ما يريد مباشرة نعم دعم الإصدارات الكنسية خاصة نتكلم عن النجم المشرق بين النهرين الفكر المسيحي دار ببيليا للنشر اللي استاذ نبيل يوسف هو وكيل إله في هولندا لدعم هالاصدارات اكو ثلاث اركان رئيسيه من خلال الحوار تكلمنا عليها اللي هو الوكيل الجمهور جمهور المؤمنين اكيد والكنيسه دعم الكنيسه فهنا جمهور المؤمنين والاشتراكات أهمية الالتزام عند جمهور المؤمنين بدفع الاشتراكات لأنه من خلال هذه الاشتراكات ينطون دعم الإصدارات الكنسيه، شنو رايك استاذ نبيل؟ صراحه المشترك بالمجله خاصه مجله فكر المسيحي يشترك السنه الاولى يدفع الاشتراك لكن السنوات القادمه كانه المجله صارت ابديه له ما يدفع الاشتراك والمجله تتحمل تكاليف البريد والتكاليف المجلة، طبع. الطبع آه، هذه كلها ما يتحسب إلها المشترك أنه اشترك دفع على خمسين دولار وكفاية للعمر كله هذه ما طريقة لأن يعني هي المساعدة اول شيء هي مساعده نفسه ثقافه لما يقتني المجله، لكن بنفس الوقت اكوش اشخاص يتعبون بطبع الكلمه بطبع المجله بطبع البريد اللي يصل الى البلد اللي هو ساكن فيه، هذه كلها معوقات ويحتاج الى مبالغ وخاصه نحن في العراق صعوبة الحياة الاجتماعية والحياة بصورة عامة هذه تكفي لهم ال 50 دولار مم. ويبقى هذا ال 50 دولار الى ما لا نهايه، المفروض المشترك يفكر اكثر اكثر بدعم هذه المجله. الالتزام. التزام بدفع الاشتراك. مم. يعني يحاول يتصل بالوكيل المجله في البلد اللي ساكن فيه بحيث انه هو يوصل الاشتراك باي طريقه كانت. على سبيل المثال جمهور المؤمنين اكو منهم مشتركين ب هالمجله اذا كان فكر المسيحي، نجم المشرق، بين النهرين او يعني تيسوون اوردر اقتناء الكتب من انا. دار بيبيليا للنشر. فهنا هل يضطر الوكيل انه يتصل بالمشتركين ايضا؟ يذكرهم بالاشتراكات؟ اه عندكم هالشكل التزام على سبيل المثال حكون متواجد فلان يوم على يعني تحصلون على المجله. أه صراحه انا أه معلن تليفوني دائما للاشخاص م. واذكرهم سنويا للمشتركين أه بتجديد السنوي للمجله لكن الرد الفعلي عدد القليل من العدد الكثير. نعم هذا السبب انه المجله صحيه تصل لهم لكن ما اكوش دعم للمجله المجله ما تقصر وياهم الحمد لله توصل الى الى المشترك لكن بنفس الوقت لما يصير تبديل بالسكن المشترك ما يبلغ الوكيل أو الإدارة المجلة بتغيير العنوان فيستمر الـ 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 وصول المجلة على العنوان القديم فهذا هم ارتباك وخسارة للمجلة بنفس الوقت وخسارة إلا لأن المجلة ما يحصل عليها مجلة نجم المشرق والفكر المسيحي يوجد حاليا مجلة إلكترونية بها ومجلة ورقية اللي نعرفها من زمان فما رأيك كمجرد رأي أي منها أكثر قبول حاليا لجمهور المؤمنين أكوش رأيين أكو رأي يحبذ الكتاب المقرأ أو المجلة أمامه يشوفها أكثر ما هي موجودة بالكمبيوتر رقميا أنا من رواد الـ الـ ورقيه؟ ورقيه بحيث انه ارجع للكتاب اشوفه اكثر اهميه بالنسبه لي من ممكن الكمبيوتر ما موجود او فقدت بينما الكتاب يبقى هو الصديق الوفي للانسان دائما وابدا امين يا رب آه. كلمه لجمهورنا الكريم الأستاذ نبيل يوسف رئيس الرابطة الكلدانية في هولندا والسكرتير الثاني للرابطة الكلدانية العالمية ووكيل النجم المشرق بين النهرين الفكر المسيحي ودار ببيليا للنشر في هولندا. أتمنى من الأخوة المشتركين في المجلة و... في مجال الفكر المسيحي وفي بين النهرين او حتى اقتناء الكتب الدينيه الصادره بالعراق ان يكون لهم دعم معنوي ومادي لهذه المجلات والكتب المجلة أو الكتاب لا يقدر أن يصل إلى المشترك بدون الدعم المادي والمعنوي وثانيا وأولا أن الإنسان هو يستفاد شخصيا من الكتاب قبل أن يكون هو شيء مادي روحيا يستفاد فإذا وبنفس الوقت أن يكون هناك تجديد للاشتراكات ويكون دعم ل حالة المادية الموجودة في العراق ممكن ال دولار ممكن يسد شيء ما أفضل من لا شيء. أنا هذا اللي أفضل أنه تجديد الاشتراكات وبنفس الوقت أن يكون هناك تعاون باقتناء وشرح هذه الكتب للأجيال القادمه خاصه اللي للاطفال او اللي شباب اللي ولدوا في دول مهجر انه العربي مع الاسف انفقت او سيفقد واللغه ضروريه بالنسبه لهذا الشيء امين يا رب شكرا جزيلا استاذ نبيل يوسف شكرا لكم والرب يبارككم ويبارك هالقناة الجميلة اللي تنور وتوصل توصل كلمة المسيح للآخرين. آمين يا رب. متابعينا صادقة هي الكلمة إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه تحياتي. شكراً.